قصر السوق كان يتواجد بها حوالي 50 أسرة يهودية. كانوا لا يتكلمون كثيرا اللغة العبرية لأنها كانت لغة دين وليست لغة تعامل يومي. كانوا كذلك لديهم علاقات بيع وشراء وتعامل تجاري مع الساكنة بشكل عادي. كيتوجد في واحد المجال اللي هو اكبر اللي هو سجل ماسة وتفيلات. وسجل ماسة على مر التاريخ عرفت بالتجارة، واينما وجدت التجارة الا وجد اليهود. ضروري ان هناك ارتباط بالاساسي، وحسب الرواية التاريخية ان معظمهم كانوا يتجمعون في المدينة، ولكن بعد ان هدمت مدينة سجل ماسة توزعوا عبر مجموعة من القصور التي تمتد على امتداد الطريق السلطاني الذي يربط بين فاس ومنطقة تفيلات. قصر السوق، وعندما نتحدث عن قصر السوق كما قلت أنه دائما هو ليس عبارة عن قصر واحد، هو مجموعة من القصور وهي عبارة عن منطقة، حيث أن مثلا إذا خدنا هذه المنطقة ديال قصر السوق وكانت هناك قصور يتجمعون فيها مثل قصر إتمو حوالي وقصر مشقلال وبعضهم يقول قصر بني موسي وغيرها من القصور. هذا في هذا المستوى، هناك قصور على امتداد الطريق مثل الزريقات وباتجاه الشمال في تعلالين وغير ذلك. نعود إلى قصر السوق وإلى تواجد اليهودي، تم رصده مبكرا قبل تأسيس المدينة وقبل حتى وجود الفرنسيين. الرحالة الألماني رولفس جيرارد روفس مر من هذه المنطقة سنة 1864، وذكر بأن منطقة قصر السوق كانت تواجد بها حوالي 50 أسرة يهودية. نفس الأمر رصده كذلك الرحالة الفرنسي شارل دوفوكو الذي مر من هذا القصر ونزل به، وقال بأن هذه المنطقة تتوفر على أكثر من 60 أسرة في هذا القصر. شارل دوفوكو لا يخفى على الجميع بأنه طبعا من أهم الجواسيس وأهم الذين استعانت بهم فرنسا من جمع المعلومات على المغرب، حيث قام برحلة طويلة كتبها في كتاب ترجم اللغة العربية اسمه التعرف على المغرب. فهذا الكتاب بطبيعة الحال رصد لنا مختلف المناطق التي زارها، وحاول أن يرصد لنا تركيبة السكان في المنطقة وخصائصهم وغيرها، حتى ضررت إلى أنه أعطانا معلومات عن تسليح هذه المناطق بين قصر السوق الذي ذكر بأنها كانت تتواجد بها حوالي 300 بندقية، وقال بأنها كانت توجد بها السوق والملاح وغيرها من الأماكن. المنطقة والمجال، وأنهم كانوا يتمتعون أولا بسلطة المال حيث كانوا أغنياء، كانوا كذلك لديهم علاقات بيع وشراء وتعامل تجاري مع الساكنة بشكل عادي، وأهم ما رصده كذلك وأنهم كانوا يمتلكون مجموعة من الأملاك، لكن مع ذلك وقف على أن كانت تفرض عليه بعض الضرائب أثناء مرورهم في المجال، لأن المجال مجال تجاري، وبالتالي مرور قوافلهم وباعتبارهم تجار كان لابد أن يدفعوا ضريبة ما يسمى بزطاطة أو غيرها من الأمور التي كانت تعرف بها المنطقة والمجال الفلالي، وباتجاه سواء باتجاه فاس أو حتى باتجاه المناطق التي توجد اليوم في الجزائر. كانت لديهم ربما رؤية استشرافية للمستقبل، فكانوا يعرفون بأن الاستعمار قادم، ولهذا فضلوا أن يسيروا مصلحتهم وينضوا تحت لواء الاستعمار، لأن كانت هناك دائما الاتهامات موجهة إليهم بأنهم يتعاونون مع الاستعمار.
المستعمر كذلك تلاقت مصالحه بعض الأحيان وخططه واستراتيجيته مع بعض المصالح اليهودية. فالعمل الذي قام به هو أننا عندما نتحدث عن قصر السوق فنحن نتحدث عن قصر السوق وعن الريش وعن أرفود وعن سنجداد وعن قلميوة غيرها من المناطق. كان المستعمر عندما وضع سكنته العسكرية وضع قواته العسكرية كان يبحث عن من يقوم بتمويل هؤلاء وبتقديم الخدمات لهم. طبيعة الحال في البداية مع روح المقاومة مع التحدي كان معظم المسلمين يرفضون ذلك. إذن فضغط بكل ثقله وقدم إغراءات، يعني بعضهم بعض اليهود أغراهم بمجموعة من الامتيازات. خطة الاستعمارية لم تكن تقتضي أن يسيطر على مركز قصر السوق، ولكن كان يريد أن يخلق متروبول تجاري. متروبول تجاري تكون منه قصر السوق وغير بصفة عامة المجال الفلاني جزءا منه. قلت بطبيعة الحال بأنه عندما وصل إلى المجر وجد هؤلاء اليهود متوزعين في مجموعة من القصور. هذا شكون؟ المستعمر عندما وصل إلى المنطقة في سنة 1916، ونفس الشيء في عندما وصل إلى سنة 1918 أو إلى الريش ولا غير ذلك. إذا الخطة التي كانت يقوم بها الاستعمار هو أنه يؤسس مركز صغير جدا غالبا ما يكون ذو طابع عسكري، يهيئ لبداية الخدمات المدنية، فبالتالي كان يستجلبهم من تلك القصور كما قلت إما بالضغط أو عن طريق الإغراء. بعد أن وصل المستعمر إلى هنا سنة 1916، يعني بدأ في بداية بوضع مؤسسات عسكرية قبل أن يضع المؤسسات الإدارية، يعني التي يعني بطبيعة الحال كانت الهدف الأساسي له بالنسبة له هو أن يضمن أن تكون لديه قوات عسكرية قادرة على السيطرة على المجال، وبالتالي شيئا فشيئا كان يحتاج إلى إدارة، بعد الإدارة كان يحتاج إلى خدمات لهذه الإدارة وهؤلاء الجيوش. فبدأ يبحث عن المكون الأساسي الذي سبق أن عرفه في مجالات قبل أن يصل إلى هنا، خصوصا في منطقة بودنيب حيث أسس مركزا عسكريا في البداية وضم إليه أو أحضر إليه سكنة يهودية وكذلك من الجزائر بعض السكان واستوطنوا. نفس الفكرة أراد أن يطبقها، فأول ما ميز مدينة قصر السوق هو أن وضعت لها هندسة بناء على مهندسين الذين كانوا يعرفهم، ومثلا مهندس فرنسي إيكوشار وغير ذلك. فعندما ندخل إلى هذه المدينة ونجد مرافقها نجد التي سيستوطن جزءا منها اليهود، سنجد بأنها قسمت إلى مجموعة من المربعات. دائما يكون هناك شارع رئيسي كبير تتفرع عنه مجموعة من الأزقة والشوارع الصغيرة، وتشكل حلقات على شكل مربعات، ويتم بعد ذلك توطين إما المساكن أو الإدارات التي يريد أن يقيمها. هنا طبعا الحال وزع المستعمر اليهود في مجموعة من المنازل ومجموعة من المناطق التي تم بناؤها، وبالتالي بدأت المدينة تظهر وتأخذ معالم طابع المدني. في أرفود وجدنا من يسمي أرفود ملاح، ولكن لم نجد إلا نديرا أو أنا نقول حتى عن طريق الخطأ، لأن منذ البداية ضمت المدينة ساكنة متنوعة أغلبيتها كانت فعلا يهودية، ولكن كانت هناك ساكنة فرنسية إضافة إلى ساكنة من المسلمين جاءت لاحقا وبفترة قريبة جدا. في سنة 1936 سيتم أول إحصاء، الإدارة الفرنسية هي التي قامت بالإحصاء وأحصت ساكنة وحددت عدد اليهود في هذه المنطقة بحوالي 832 يهودي. قد نقول بأن أكثر من 160 عائلة، باعتبار أن العائلة كانت تضم 5 أفراد إلى غير ذلك، ففي حدود هذا العدد كانت تقريبا 160 عائلة. وعندما نرجع إلى الجريدة الرسمية يمكن أن نستخرج كثير من أسماء هذه العائلات، فنجد مثلا عائلة أمسلام، نجد شتريت، أو نجد كذلك عائلة حيون زنو، نجد كذلك عائلة عبيطاس وغيرها من العائلات الكثيرة التي كانت تسكن في هذه المنطقة اللي هي قصر السوق. حدود سنة 1952 كما قلت لم يصل عدد الساكنة كل إجمالا إلى أكثر من 3000 ساكن، كان بينهم حوالي 1050 يهودي، يعني أن الثلث الساكنة كانت يهودية، تقريبا ثلث آخر كان من السكان أو نصف عفوا الربع كان تقريبا المسيحيين يعني النصارى، وما تبقى منها المسلمين.
في مكان واحد، فلا تستطيع التمييز بين أغنيائهم وفقرائهم، لكن عمومهم كانوا يمارسون مختلف الأنشطة، يعني التجارة، كانوا النجارة، جميع الحرف التقليدية كانوا هم من يقومون بها ومعروفين بها. مثلا إلى أواخر اليهود الذين مثلا وهو الأبيض كان معروف بأنه نجار. كان مثلا عندنا واحد يهودي آخر معروف مثلا يشوب فود أو يشو دودو، كان أحدهم يمارس يعني التجارة والآخر خياط، فكان يكتب لافتة معروفة عند السكان يقول خياط عصري مدني، خياط عصري للباس العسكري والمدني أو المدني والعسكري. يعني معروف في هذه المنطقة بأنهم كانوا متواجدين في شكل تجمع، لدرجة أن البيعات التي كانت لديهم والتي تؤكد على أعدادهم كانت ثلاثة، بقيت منها واحدة التي قمنا بزيارتها. البيعات الآخرتين تم اندثارهما. هذا العدد إما أنه يدلنا أولا على العدد الكبير الذي كان لهم، وكذلك يدلنا على الطوائف التي كانت لديهم، إذ لم تكن هناك يعني أنه مكون واحد، كانت لديهم طوائف مختلفة مثل المذاهب الذي نحن كمسلمين، ولهذا كان كل واحد يتبع بيعته التي يؤمن بها وطريقته التي يؤمن بها. اليهود كانوا يتكلموا بلغة المجال الذي يوجدون فيه، وهذا المجال كان ينتمي إليه قبيلة إيتيزدك غالبا، يعني أنه منطقة ديال المجال إيتيزدك، وبحدوده أي تعطف منطقة الرتب التي تواليها مباشرة. إذن هم كانوا يتقنون اللغتين معا، كانوا يتقنون الدارجة المغربية، وكانوا أغلبهم يتقنوا الأمازيغية. المجال لأنه أصبح شبه حضاري، يعني بحكم أن الاستعمار جاء، بدأ بعضهم يتقنون اللغة الفرنسية لأنه محتاج إليها، ولكن اللغة التي أصبحت سائدة بحكم أن المكون الثاني الذي جاء هو مكون عربي من القصور المجاورة اللي هي عربية في مدغرة وغير ذلك، فكانوا يتقنون الكثير من اللهجات المحلية، ولكن بالأساس قد نقول بأنهم كانوا لا يتكلمون كثيرا اللغة العبرية لأنها كانت لغة دين وليست لغة تعامل يومي حتى في بعض الأحيان فيما بينهم. ما الآخرون ما الآخر أنهم بنوا مدرسة خاصة بهم كانوا يدرسون فيها، وحددت بعض المصادر أن عدد التلاميذ فيها سنة 1951 كان حوالي 50 تلميذ يهودي وأربعة من التلميذات اليهودية، ولكن بعضهم كان يلتحق بالمدارس العمومية المغربية التي أسس حتى بعد الاستقلال، ونجد أسماءهم ولوائح أسمائهم ضمن التلاميذ الذين كانوا يدرسون في هذه الثانويات وغير ذلك، وكانوا بعضهم متفوقا. وقعت مواجهات وصراعات أرغمت المستعمر على التراجع من منطقة الريصاني أو تافيلات باتجاه أرفود، واليهود باعتبار أنهم خافوا على مصالحهم وبأنهم تعرضوا لبعض المضايقات هاجر كثير منهم نحو مدينة أرفود، ولهذا للطيرة في فترة معينة إلى حدود فترة الثلاثينات والأربعينات كانت مدينة أرفود هي الذات الغالبية اليهودية. متى ستصبح مدينة قصر السوق هي ذات الغالبية اليهودية؟ عندما سيتم تحويل مدينة قصر السوق إلى عاصمة لمنطقة الجنوب، يعني التي أسسها المستعمر وبعد ذلك سماها منطقة تافيلات، ولاحقا ستسمى منطقة قصر السوق. المسلمين واليهود يشتركون في قاسم مشترك، هو أنه تقديس أو إعطاء هالة وقيمة لكبار رجال الدين بالنسبة لهم. اليهود بطبيعة الحال اللقب المعتمد لديهم هما الحاخام أو يسمى الربي، وكل منطقة وإلى نجد لها ربيها الخاص أو ربييها. فإذا رجعنا لمنطقة تافيلات أشهر الربيين كان هو أبو حصير، بطبيعة الحال معروف في مشرق وغير ذلك، لكن منطقة قصر السوق كذلك كانت لديه ربيوها المعروفون، لكن المميز في هذا الربي والذي نحن الآن أمامه هو الربي يحيى الحلو كما تذكر المصادر، هو أنه كان ربيا بعض الحين تتنازعه الطائفة المسلمة أو السكن المسلمة والطائفة اليهودية، كل يدعي أنه له، فالمسلمين كانوا يسمونه سيدي عبار، ولا يهود يسمونه يحيى الحلو. اسمع لكلامي يا ابن ادم هو اللي نفعك،
وراه كل شيء بالدين. هذا الشخص طبعا الحال حسب بعض المراجع والدراسات التاريخية توفي أكثر من 300 سنة تقريبا، وله حكايات كيف أنه مات من ألمه وغصته بعد أن تدخل كحاكم بين يهودي فاصلا في خصام بين يهوديين، وبعد أن حكم على أحدهما بأنه هو المخطئ قام هذا الأخير بقتل الأول، فغضب وحزن حزنا شديدا وتوفي، مما جعل له زائد هذا الحزن وزائد تلك القيمة ما كان عند اليهود. هنا نجد هذا الضريح اللي هو أو ليس الضريح، أقول أجد هذا المقام لهذا الحاخام. بجواره كذلك اثنين من الحاخامات، أحدهما معروف بالمول التريا والأول يعرف بأنه مول السدرة، يعني أن هذا المكان خصص لهذا الثلاثة الربيين الذين لديهم قيمة بالنسبة لليهود، قصر السوق والذين كانوا يعرفون بأهل البركة وأهل الحكمة وأهل العلم كمواصفات لما يسمى بالحاخامات. كل شيء بالدين كل نهار البراوت جايين وراه كل شيء. هو دائما المنطلق أن أي مغادرة أي شخص كيفما كان مسلما أو يهوديا يعتبر خسارة، ولكن خلينا نقول بأن كان كذلك لديهم ربح. لماذا؟ لأن اليهود عندما ذهبوا قد تركوا لنا مجموعة من الناس الذين كانوا تعلموا على أيديهم، ويمكن أن أذكر فقط حارس هذا المقبرة سيدنا عبد السلام الذي كان يشتغل عند أحد خياطي المدينة وتعلم الخياطة لمدة 20 سنة فترك حرفة، وغيره كثير، يعني معظم الذين يتقنون الحرفة الحرف في مدينة قصر أو في مدينة قصر السوق حاليا كثير منهم تعلموا على يد هؤلاء اليهود، فلا زالت كذلك حتى الصلات ممزوجة إلى يومنا هذا اليوم، لا زال يزورونهم ويتبادلون الزيارات فيما بينهم، وهذا يدل على أنهم بقدر ما تركوا فراغا في المدينة، لأن عندما رحلوا في عندما ترك أو خسر بعد رحيلهم في الأربعينيات، لأن المدينة شهدت نسبيا نوع من الركود الديموغرافي والاقتصادي، لكنها في نفس الوقت تركت لنا نوع من الذاكرة التي ترمز إلى ذلك الموروث الثقافي وذلك الاندماج الذي كان يجمع بين هذه السكينة. خير دليل أن عندما نزور المقبرة الأولى التي توجد في وسط المدينة قرب حي الحدب أو المسيرة نجدها مجاورة وملاصقة للمقبرة الأوروبية السابقة وللمقبرة الإسلامية.